مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين اليوم معايا لكم وصفة حاجة جدا روعة اللي هو كعك التمر التقليدي هذا الكعك اللي كانت أختي الله يرحمها تعمله وكان لها مشروع مربح يعني تعمله كمشروع له كانت تعبيه مليان اللي شفتوا قصاع اللبن علب اللبن تعمل كانت تبيع فيها بالكيلو يعني وصدقوني لذيذ واليوم جبت لكم طريقته بطريقة جدا سهلة وبسيطة، وطبعا جبت لكم كمان بكلمكم يعني ايش الاضافات اللي ممكن نستبدلها عن بدايل يعني يكون، كمان بكلمكم على اسباب تشقق الكعك او اسباب يعني آه انه ما يضبطش الشكل او يعني الاشياء اللي ما تخليش الكعك يضبط الرسمة حقه، خلونا نبدا بالمقادير، هنا عندي نص قالب من الزبدة 100 جرام من الزبدة المذابة، وعندي ربع كوب من الزيت، طبعا الكمية أنا عملت نص الكمية تمام وعندي كمان نص كوب من الحليب الدافي وأكيد رشة من الفاليريا ورشة من الهيل خلاص هذه كل المقادير بخلطها بالخلاط تمام لازم تخلطوها يعني بالخلاط لما كده تبيض شوية خلاص هذا عندي الخليط الآن بضيف الدقيق المواد الجافة ضفت كوبين دقيق بعد كده بضيف ربع ملعقة خميرة وربع ملعقة بيكنج باودر وكمان عندي ربع ملعقة صغيرة من النشا طبعا النشا بديل البيض عرفتوا لانه على كل بيضه ملعقه صغيره نشا هي البديله اذا تشوفوا تستبدلوا البيض بالنشا يعني استبدلوا نكهه البيض او بعضهم عندهم حساسيه استبدلونه على كل بيضه ملعقه نشا عرفتوا ملعقه صغيره طبعا هنا اني عملت كوبين دقيق واحتجت 3 ارباع الكوب من الدقيق يمكن تحتاجوا ثلاثة اكواب دقيق يعني على حسب أول ضفت كوبين بعدين بديت أضيف الثالث الكوب بالتدريج فأني ما استخدمش الكوب الثالث كامل لا استخدمته يعني ثلاثة الأرباع خليه باقي لي يعني بقالي شوية منه واهم حاجه انكم ما تعجنوش على عجينه البسكوت او الكعك اي نوع معجنات بسكوت وكعك نحن ما نعجنش بس نلم العجينه لانه اذا عجنتوها يطلع الكعك معكم قاسي وغير كذا يطلع مكتوم بس نحنا نلم شوفوا كيف الم العجينه وهذه عجينه الكعك تكون غير المعمول تكون بين عجينه المعجنات وبين المعمول قوامه، يعني إذا أنتم ملاحظين إن لما أجي يعني كذا أمسك العجينة أحسها كذا يعني تمطط شوية فيها مطة شوية، طبعاً هنا احتجت كذا رشة دقيق أضفته، خلاص الآن اني لميت تمام العجينة لو لميت اللي بالأركان كامل أخذته، الآن برويكم كيف قوام العجينة، شوفوا كيف في هذا المطة بس بنفس الوقت تشكل يعني ما تتقطعش. ونفس كذا قوامة فيها زي مطاط المعجنات فيها من المعمول عجنة المعمول كذا طرية فهذا القوام الصح اللي مفروض توصلوا له في هذه المعجنات أو في هذا الكعك لأنه هذا الكعك عبارة عن كعك مقرمش بنفس الوقت هش يعني هو مش زي المعمول يجي يدوب بالفم لا يعني هذا كعك التمر التقليدي اسمه الآن بغطيه بزي ما أجهز التمر والأشياء اللي بشتغل فيه بي. أنا بستخدم هذول القوالب أنتم استخدموا أي قوالب بس في الظل أنكم تستخدموا قالب المنقاش أو قصدي المنقاش عرفتوا الملقط زي الملقط الشكل الآن بجهز التمر عندي هنا التمر زي كل مرة أضيف له ملعقة صغيرة من الزبدة أو السمنة وملعقة صغيرة قرفة وملعقة صغيرة هيل وعجنهم مع بعض الآن ببدأ أشتغل بالكعك طبعا كيف قصت التمر وكيف بقيس الكعك الكعك بقيسه بالملعقة الكبيرة حق القياس والتمر قصته بالملعقة الصغيرة حق القياس عشان يطلع لي إيش أول شيء لما يكون التمر زايد في الكعك الكعك تشقق أنا مرة شفته أنا لما عملت المعمول أول مرة في حاجات عملتها غلط يعني أنا لي فترة كتير ما عملش هذه ما عملت كعك التمر التقليدي فإيش عملت أنا أول حاجة أخذت التمر كده بالنظر قسمته وقسمت الكور بالنظر وغير كده بدل بقول لكم حاجة بدل ما استخدم زبدة مذابة استخدمت سمنة السمنة طلع لي زي المعمول كأني عمل معمول عرفتوك نفس نفس قوام المعمول كده هش وطري وكده غير كده التمر كان في بوز زايد عشان كذا تشقق عليا فانتم لازم يكون قياس العجنة الكعك مضبوطة او عجنة المعمول مضبوطة وكمان التمر تكون مضبوطة ما تكون زايدة كتير الان خلص بدأت احشي كل الكرات والان بكلمكم على حاجة كل ما كان شغلكم مرتب ومنظم كل ما رجعتوا تعملوا هذه الوصفات مرة ثانية لكن لما يكون شغلكم عشوائي مش منظم انتم صراحة يجيلكم ضيق من الوصفة وما عاد ترجعوش تكرروها وتشوفوها صعبة لكن لما يكون الشغل منظم لا يكون كل شيء تعملوه يعني خلاص تعودوا مرة تانية تعملونه شوفوا أنا بستخدم هذا القالب بعدين كنت أشتري أستخدم المنقش أو الملقط هذاك اللي, اللي نقش الكعك بس خلاص استسهلت اني اخليه زي كذا لانه لازم القالب اللي تستخدمونه يعمل يعني الشكل تمام يعني يكون بارز الشكل زي ما بعمله بهذه الان شوفوا هذا الشكل يعني جلست ثابت الشكل لكن هذاك راح لانه لازم له منقش، هذا نوع الكعك يا اما انكم منقش يا اما تستخدمونه القوالب تعرفوا قوالب التشكيل الخشب حق الزمان انا ما عنديش قالب ذاك الزمان الخشب يجي الرسمه حقه ثابته، هذا يجي ثابت بس لاني استخدمت الكيس عشان يخرج لي بسرعه, بسرعة ما تبتليش الرسمه تبعه، ليش لازم الرسمه تكون زي هذا تكون ثابته او تكون النقشه حقه ثابته؟ لانه في بخميره. الكعك او البسكويتات اللي فيها خميره بالفرن تروح الرسمه تبعها عشان كده لازم تكون من تستخدمون المنقاط او تستخدموا رسمه ثابته جدا تكون غير كذا اللي يخليه يروح الشكل اللي هو السمنه الكثير او الدهن الكثير او السوائل الكثير لكن هذا يعني يعتبر تمام يعني الوزنيه تبعه تمام لان اعدته اكثر من مره اعمله خلاص ادخله فرن مسبق التسخين حراره 200 اعلى رف يعني الرف من فوق تخلوه او تدخلوه 180 بالرف الوسطاني لمده من 10 دقائق الى 12 دقيقه بس يتشقر من تحت شغلوا من فوق عشان يعني يتحمر التحمير اللي انتم حابين تحبوه اكثر من كده او زي كدا يكون يعني تمام والآن حاولوا أنكم تخلوه يبرد بشبك لازم يبرد تماما هذا البسكوت لأنه نحنا بعدين بنضيف له السكر البودرة لا بتقدروا تخلوه سادة بس هو كعك التمر التقليدي بالسكر البودر يعني حق زمان هذا الكعك فأني استخدمت سكر بودر اللي يجي جاهز ليش ما استخدمتش أني طحنت السكر لأن السكر البودر بالبيت يجي حالي كتير لكن تشتروه جاهز يجي مخلوط في بو نشا أظن يعني يجي مخفف بنشا فيجي حلو يعني يجي طعمه حلو مع كعك التمر ما يطلعش حالي كده وسويتي ويغطي لا يطلع طعمه لذيذ لذيذ كده و... ويطلع هش وبنفس الوقت مقرمش كده ودايب وطعمه لازم تجربوها هذه النوعية طبعا اول شيء المرش الاولي غلبني بعدين رجعت حطيته ب... بمصفاة عشان ارش السكر البودرة اذا مش حابين سكر عادي تقدروا تاكلوه كده طعمه لذيذ وروعة طبعا بتقولوا هذا الشكل الدوائر الكبيرة هذه الدوائر اللي زي الجبل مش ثابتة إش اشكاله لانه شوفوا بقول لكم تغيرت عليه من الفرن ان النقشه حقي خفيفه لكن شوفوا الدوائر الصغيره لان النقشه ثابته يعني تمام تبت تمام طلعت لكن الصغار دون ما مسكوش لانه النقشه تبعي مش ثابته فلازم يكون النقش تبعه ثابت عرفتوا كيف تفتح عليه من فوق لاني بدل ما احطه على القلب حطيته بالمقلوب يعني بدل ما اقفله التقفيله خليه من تحت خليت التقفيله من فوق فبعضهم كده تحسوا انه مفتوحه كده او شكلها مش مرتب تمام بس عادي صدقوني من ألد انواع الكعك اللي بتجربوها كعك التمر التقليدي لا تنسوش اختي من دعاكم ان ربي يغفر له ويرحمه وبس هذا كان الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه تفعيل جرس الاشعارات ولايك وكومنتس حلو منكم